السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة الإبداع والتميز، أبدع واستمتع. وفيديو جديد النهاردة بنتكلم عن التوقيع اللي تقدر تعمله على رسائلك في الأوتلوك. طبعا بتشوفوا رسائل كتيرة مكتوب فيها التوقيع بشكل جميل، وبصراحة بيكون مؤثر جدا في الرسالة، وبيظهر شكل المرسل على إنه هو شركة أو مكان احترافي، وبيدي انطباع جيد للمستلم. عشان نقدر نعمل التوقيع للأوتلوك هنخش على هوم، وبعدين نعمل نيو ايميل. تمام، هيظهر لنا هو التوقيع اللي انا عامله. تقدر تختار نقط من على اليمين التوقيعات، تختار اكثر من توقيع، هو في عندك توقيعات كتيرة تقدر تحطها، تكتب رسالتك والتوقيع بيظهر اوتوماتيك. طيب السؤال هنا، ازاي اعمل توقيع زي اللي انت شايفه هنا هو من الالف الى الياء؟ عشان نعمل التوقيع هنخش نوت على المسج ورسالة جديدة، وبعدين نخش على سيجنتشر، وتحت هنختار سيجنتشرز يعني الرسائل. هنا هو مجموعة التوقعات اللي أنا عاملها على الجهاز، وهنا على اليمين الإيميلات اللي أنا مسجلها عندي. كل إيميل له توقيع خاص بيه، يعني ممكن تكون أنت عندك أكثر من إيميل، مثلا ياهو وجيميل وغيرهم من الإيميلات، تقدر تعمل توقيع خاص بكل إيميل وتكتبه هنا هو. طيب الخيارات اللي على اليمين هنا هو اول حاجه الايميل اكاونت، وهنا على الشمال التوقيع المعادل ليه او اللي هو مخصوص لهذا الايميل. بتنزل تحت بتقول في نيو مسج، هنا هو بيختار اظهار التوقيع في الرساله الجديده. يعني مجرد ما بتكتب نيو مسج او تختار خيار رساله جديده بيظهر لك على طول التوقيع اللي تحت، والخيار اللي تحتيه الريبلايز والفوروردز، يعني بتحدد هل انت عايز التوقيع يظهر في الردود وفي الرسائل اللي انت بتعملها فورورد ولا لا. تقدر تختار نعم او لا. تمام، وبعدين تقدر تختار كمان نوع السيجنتشر اللي يظهر في الريبلاي او في الفورورد اللي انت عايز تعمل. اهو تقدر تختار اي ايميل. تمام، وتقدر تختار التوقيع الخاص بهذا الايميل. طيب السؤال هنا هو ازاي اعمل ايميل توقيع للايميل بشكل احترافي. هنبدا هنا ندوس على نيو، اهي هيقول لك اسم التوقيع اللي انت عايز تعمله. هنختار مثلا تيست 1 مثلا، ونقول اوكي. اهو الصفحه فاضيه. تمام، نقدر نكتب فيها كل اللي انا عايزه، وتقدر تعمل هنا هو الايديت اللي انت عايزه في شريط الادوات. ولكن انا بنصحك ان انت ما تعملش التوقيع هنا، انت تعمل التوقيع في صفحه الايميل نفسه، وبعدين ناخده كوبي ونحطه هنا. ليه بقى؟ علشان صفحة الايميل بيكون فيها امكانيات اكتر، وبيكون امكانيات الايديتنج يعني التحرير بتكون افضل كتير في صفحة الايميل. فهنقفل ديت خلاص، ونروح كأننا هنعمل رسالة جديدة. تمام خلاص، هنمسح هنا هو اي حاجة مكتوبة، ونبدأ نكتب التوقيع اللي انا عايز يظهر. مثلا عايز تكتب في الاخر ريجاردس مثلا، وتكتب اسمك، وبعدين تكتب مثلا وظيفتك، ممكن تكتب اسم الشركة مثلا، وتكتب لو انت عندك ويب سايت للشركة ديت، وممكن تكتب الفون تليفون، وممكن تكتب مثلا الادرس لو حابب تكتب عنوان، وممكن تحط كمان وسائل التواصل الاجتماعي لو حابب تكتب الاكونت بتاع الفيسبوك تويتر او اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. ديت مبدئيا كل البيانات اللي انت هتحتاج تحطها. طبعا تقدر تعمل ان هو شويه ايديت بحيث ان الرساله تظهر بشكل جميل، يعني لو وقفت هنا مثلا على اي كلمه تقدر تغير الكلر بتاعها، وتقدر تغير هنا هو الخط نوعه الخط. تمام، وتقدر كمان تختار خطوط، عندك هنا مجموعه كبيره من الخطوط، والسايز هنا هو الحجم بتاع الخط. يعني بتعمل كل التغييرات اللي انت شايفها تليق برسالتك مثلا. طبعا ده على سبيل المثال، هنعمل حاجة سريعة كده عشان نشوف الشكل النهائي هيبقى ازاي. وطبعا كل واحد وله طريقته والشكل اللي بيحب الرسائل تظهر عليه. تقدر تعمل كل التغييرات اللي انت عايزها هنا هو على الشكل بحيث يظهر بشكل جميل. تمام، نغير مثلا السايز بتاع السيجنتشر. تمام، وده زي ما قلنا هيظهر في كل الرسائل اللي هتصدر منك.
بعد ما عملنا التوقيع اخد كل اللي انا عملته دوت كات، وبعدين اروح على السيجنتشر، نختار سيجنتشرز، وعملنا كنا تيست 1، هنقف هنا في تيست 1 ونعمل تيست كده اهوت. خلاص انا عملت سيجنتشر جميل بالاسم بكل التفاصيل، وبقول اوكي خلاص نقفل هنا اهوت، ونشوف ازاي هنحطه في الايميل. او بعمل نيو مسج هيجي لك هنا اهوت السيجنتشر، ممكن نختار بقى السيجنتشر اللي احنا عايزينه. هنا اهوت تيست 1 اهو، اول ما اخترت تيست 1 ظهر لي السيجنتشر اللي انا عايزه. طيب في طريقه جميله جدا واحترافيه كمان واسهل ان انت تقدر تحط بيها السيجنتشر بتاعك، ان انت هتروح نوت على السيجنتشر، تمام، ندوس تحت على سيجنتشرز ونختار جيت سيجنتشر تمبليتس. يعني عندك نماذج بتقدمها لك شركه مايكروسوفت، تقدر تخش وتختار ما بينها. ندوس هنا على التمبليتس، هفتح لك صفحه ويب سايت للتمبليتس. هتروح هنا اهوت للجيت تمبليت، تمام، وندوس اوكي. هو بيفتح لك صفحة هيكون فيها مجموعة من النماذج، اهو داونلود، بيقول لك ادي الايميل سيجنتشر اللي انت عايزه، نعمل سيف، اهو جاري عمل سيفينج اهو. بعدين نعمل اوبن ونفتح، هنلاقي هنا هو ملف للسيجنتشرز، الايميل سيجنتشرز اللي احنا نقدر نختار منها اللي احنا عاوزينه اهو. زي ما انت شايف اشكال جميلة جدا وحاجات احترافية تقدر تاخدها زي ما هي وتغير فيها اللي انت عايزه. على سبيل المثال ناخد اي نوع وليكن هذا مثلا اهو، مجرد ما تقف عليه بتعلم عليه لحد الاخر، تمام، بعدين رايت كليك وناخدها كوبي خلاص، ونروح على صفحة الاوتلوك بتاعتنا، تمام، ونختار السيجنتشر اللي احنا عايزينه. وليكن مثلا هنعمل سيجنتشر جديد هنسميه تيست 2 اهو، ادي الصفحة فاضية خالص، تمام، ونقدر نعمل هنا بيست ونلصق كل اللي احنا عايزينه، تمام. طيب الافضل زي ما قلت لكم ان احنا ما نحطش هنا في السيجنتشر، نحطها بره وبعدين ناخدها كوبي. ليه؟ عشان زي ما قلت لكم امكانيات الايديت بره في الرساله بتكون افضل. فنقفل دوت، نعمل هنا اهوت نمسح اللي موجود ونحط بيست، نلزق اللي احنا اخدناه هنا اهوت. تقدر تغير كل بياناتك اهو بقى، تغير الاسم مثلا، وتغير هنا اهوت الوظيفه، وتغير كل حاجه هنا كمان. الايميل تقدر تشيل وتحط الايميل الشخص بتاعك، وتحت هنا اهوت تقدر تغير كمان اليو ار ال بتاع الفيسبوك. هنا اهوت بتقف عليه وتعمل رايت كليك وتقول ايديت لينك، تمام. هنا اهو في الايديت لينك تقدر تاخد كوبي وبيست من صفحه الفيسبوك بتاعتك وتقول اوكي. وهنا في اللينكد ان نفس الكلام اهو، بتعمل ايديت لينك وتحط كوبي هنا اهوت لصفحه اللينكد ان بتاعتك، وهكذا في التويتر وجيميل او الجي بلس واليوتيوب كمان لو انت عندك صفحة يوتيوب. وبالنسبة للصورة بتعمل هنا هو رايت كليك وتعمل حاجة اسمها تشينج ايمج او تشينج بيكتشر، وتختار صورة من عندك من على الجهاز. نختار هنا اي صورة مثلا اهو كده اهوت. انا عملت سيجنتشر احترافي او توقيع احترافي للايميل بتاعي في كل الديتيلز او البيانات اللي ممكن تكون مطلوبة منك بشكل جميل جدا. بعد ما بتعمل كل دوت اهو زي ما قلنا هناخدها كوبي، تمام، ونروح على السيجنتشر تاني ونختار سيجنتشرز تحت، واحنا كنا قلنا ده هنعمله تو اهو، تو فاضي اهو، تيست تو، نعمل بيست هنا اهوت اهو كده. خلاص انا حطيت كل البيانات في تيست تو، في السيجنتشر اللي اسمه تيست تو، نقول اوكي خلاص اهو. نقفل هنا ونروح نفتح ايميل جديد اهو. اول ما بعمل نيو، تمام، نقدر نختار السيجنتشر اللي انا عايزه تيست اهو، ادي اختار لي الايميل سيجنتشر اللي انا عاوزه والشكل الجميل اللي احنا لسه عاملينه. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، وما بتبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.